الله وبركاته، مرحبا بكم. ارجو الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد باذن الله، وما تنسوش تحطوا لايك. مايكروسوفت تطلق ويندوز 11، اليك كل ما تحتاج الى معرفته. اعلنت شركه مايكروسوفت يوم الخميس رسميا عن اخر تحديثات لنظام تشغيل الكمبيوتر ويسمى ويندوز 11، ويتضمن تحسينات مرئيه من بين تغييرات اخرى. واعلنت الشركه عن المخططات المفاجئه الجديدة، مما يمنح المستخدم خيارات تخطيط نافذة متنوعة من زر التكبير حتي يتمكن من الاختيار من بين قوالب متعددة لعرض تطبيقين او ثلاثة او اربع تطبيقات مفتوحة علي الشاشة. انه تحسين علي سحب عدة نوافذ الي جوانب الشاشة ثم تغيير حجم كل شيء يدويا. وهناك تحسين اخر سيسهل التبديل بين المهام سواء أجهزة سطح المكتب المحفوظة مع استخدامات مخصصة للمنزل والمدرسة والعمل والألعاب. وسيحتوي النظام أيضا على مرئيات أكثر نعومة بما في ذلك الزوايا الدائرية على التطبيقات والأيقونات لتحسين مظهر ويندوز والعودة إلى الطبقات الشفافة في عصر نظام فيستا لنوافذ معينة تعطي مظهرا متعدد الطبقات. وستوفر أدوات ويندوز مؤخرا مخصصة للمعلومات مدعومة بالذكاء الاصطناعي بما في ذلك الطقس والتقويم وتقارير حركة المرور والأخبار إلى شاشات المستخدمين. إنه تحسن لكنه لا يختلف اختلافا جوهريا عن كونتنت في نظام التشغيل ويندوز 10 وتطبيق شريط المهام للاهتمامات الجديدة. أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد بإذن الله، وما تنسوش تحطوا لايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.